أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إطلاق لفظ غير المسلم على الكافر، وأن هذا أحسن لا سيما مع ضعف المسلمين، وأن هذا من الخطاب الحضاري، فهل هذا صحيح؟ هذا باطل. الله سمى الكفار كفارا، وسمى المنافقين، وسمى الفاسقين، فلا نغير الأسماء، لا نغير الأسماء الشرعية من أجل إرضاء الكفار، نقول هذا حضاري وهذا تغيير الخطاب الديني، هذا كله من تغيير الكتاب والسنة، هذا لا يجوز. نعم.